100 شاب في مهمة مناهضة العنف ضد المرأة في تعز، حيث انطلق في المدينة ماراثون بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف. وبهذه المناسبة تقام في جميع أنحاء العالم ومنها اليمن حملة تتنوع فيها الأنشطة، إذ تستمر لمدة 16 يوم. وفي تعز نفذت منظمة شباب بلا حدود للتنمية وبتمويل من RNW ميديا هذه الفعالية الرياضية التي تجسدت بهذا الماراثون الجماهيري الرياضي، حيث يهدف للتوعية بأهمية الحد من التجاوزات التي تمارس على النساء في المجتمع. هو دعوة صادقة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في المجتمع من خلال حشد الناس والمجتمع لنبذ هذه الممارسات الخاطئة التي تعبر عن ثقافة مغلوطة في المجتمع والتي تؤدي إلى ازدياد حالات العنف في المجتمع. خط سير طويل مر به الماراثون الذي انطلق من بوابة جامعة تعز قاطعاً العديد من أحياء المدينة، بداية من حبيل سلمان ووصولاً إلى وادي المعسل، حيث لاقى تفاعلاً مجتمعياً واسعاً مساهماً في لفت الانتباه إلى هذه القضية الرئيسية. في مجتمعنا اليمني هناك عنف ضد المرأة، فإن شاء الله يكون هذا المجتمع تغير سلوك المجتمع من خلال الفعاليات التي تقيمها وتنظمها منظمات شباب بلا حدود. بإذن الله إن شاء الله نكون مجتمع يمني خالي من العنف ضد المرأة. الحملة التي تنطلق في 25 من نوفمبر من كل عام تهدف للوقوف إلى جانب نساء العالم اللواتي يتعرضن لأشكال العنف المختلفة، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة وتكون المرأة الضحية فيها. الرياضة في مواجهة العنف ضد المرأة، وفي هذا الماراثون يحاول الشباب أن يوصلوا رسالتهم التوعوية للمجتمع داعين لمناهضة العنف ضد المرأة والوقوف إلى جانبها وضمان حقوقها. مها علي، قناة بلقيس، تعز.